منتجات لصياغة الذهب عندنا ورشتنا الخاصة متخصصين في الخط العربي أو الايتمز اللي بتكون مكتوب فيها حروف أو كلمات بالعربي. فمثل ما شايفين الايتمز عندنا من أسامي لحروف، عندنا الخواتم الويدنج بتكون مكتوب فيها اسم الزوج اسم الزوجة، بيختار الكاستمر نوعية الخط إن كان رقعة ديواني، كل الخطوط العربية متوفرة عندنا. النقش الإسلامي يعني دائما بتلاقين ان عنا في النقوش اللي هي تكون نقوش إسلامية وفي نفس الوقت الخطوط العربية، يعني دائما نركز في هالشيء. صامم قطعة الصدف أو طبعا اللي داخل هو عبارة عن صدف والوردة اللي من جنب، ومن برا بنكتب الاسم على حسب الكاستمر ما يحب انه بأي اسلوب كتابة عربية. طبعا معروف هاي المرتعشة من الاكسسوارات القديمة، ونحن حاولنا انه نحدث فيها قد ما نقدر ونطلعها بهالمستوى.